خلينا نستكمل مع حضراتكم الأخبار المحلية لهذا اليوم، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة المواطن الاستثمارية في محافظة شمال سيناء للعام المالي 2020-2021، وده بيأتي طبعا في إطار إطلاق خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاعتمادات المدرجة بخطة عام 2020-2021 لتنمية شبه جزيرة سيناء بتبلغ 6,800,000,000 جنيه، بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق العامة للمواطنين بمحافظتي شمال وجنوب سيناء. على كل حال، للمتابعة أيضا ولتفسير هذه الأرقام ينضم إلينا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. دكتور علي، أهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وكل الساده المشاهدين. يعني قبل الحديث يعني عن الاقتصاد في هذا يعني المربع او ما يتعلق بجنوب سيناء، خليني اتكلم مع حضرتك على الجهود اللي الدوله اتخذتها منذ فترات طويله لتنميه جزيره سيناء. اتفضل يا فندم. يمكن محافظات سيناء كانت من المحافظات اللي كانت بتعاني من تهميش لعقود كثيره جدا، لكن الدولة بدأت من حوالي 6 سنوات ازاي ان هي تبتدي ان هي تعمر هذه المحافظات بحيث ان تبقى سيناء بتخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري. الدولة ابتدت ان هي تتحرك على ملف البنية التحتية ازاي ان يبقى في مشروعات تقدر ان هي تخدم اهالينا في سيناء، وازاي ان يتوفر لهم الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ومعالجة لمياه الصرف الصحي وغيرها من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، وفي نفس الوقت تقدر تخلق فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص بحيث أن هو يشارك الدولة عملية التنمية في سيناء، إزاي أن كمان يبتدي يبقى في دخول لمستثمرين أجانب، وده ابتدينا نشوفه مستثمرين عرب عن طريق الصناديق، وكان يمكن من أبرزها الصندوق الكويتي، وبالتالي دي كلها كانت جهود مهمة جدا تم بذلها خلال السنوات الماضية، وكمان إزاي بنستكملها بإذن الله في العام الحالي. طيب، دي يمكن مخططات اللي الدولة بتعمل. دكتور علي، لو سمحت لي في هذا السؤال، يعني خلينا نفهم من يشاهدنا، يعني إيه خطة المواطن الاستثمارية؟ خطة المواطن الاستثمارية هي خطة تم إطلاقها من وزارة التخطيط، بتعتمد على أهداف رئيسية مرتبطة بتوطين أهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة البرامج والأداء وتعزيز الشفافية والمساءلة وتفعيل المشاركة المجتمعية. الأربع أهداف دول من ضمن الخطة، الغرض الرئيسي منها إزاي إن إحنا نعظم من قيمة الخطوات الاستثمارية اللي الدولة بتقوم بيها، إزاي إن يبقى في جزء مرتبط بالمشاركة المجتمعية، وده دور مهم جدا للمجتمع المدني، إزاي إن هو يبقى ليه دور مهم جدا في عملية الاستثمار والخطط الاستثمارية اللي الدولة بتقوم بيها، إزاي يبقى في شفافية ومساءلة لكل الخطوات اللي احنا بنتحرك بيها، وبالتالي دي كلها في النهاية تبقى خطة أطلق عليها خطة المواطن الاستثمارية، لأنها من المواطن للمواطن، فبالتالي هو ده الجزء المهم جدا، إزاي إن الدولة تكون خطواتها ديت واضحة ومباشرة ويكون مردودها إيجابي وبشكل سريع على المواطن، وكمان يبقى في أفاق للتعاون مع كافة الجهات سواء كان القطاع الخاص سواء كان المجتمع المدني. طيب دكتور علي، خليني يمكن يعني أيضا أذهب معك إلى هذا الرقم اللي عرضته الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. هي قالت أنه الرقم المخصص لتنمية شبه جزيرة سيناء وصل ل 6,800,000,000 جنيه، بهدف إحداث طفرة اقتصادية واجتماعية وأمنية وتوفير الخدمات السكنية والمرافق للمواطنين في محافظتي شمال وجنوب سيناء. قد إيه الرقم ده يا فندم مهم لما قالت عنه الدكتورة هالة سعيد أنه سيقوم بإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية؟ يمكن الرقم ده احنا بنتحدث عن 6.8 مليار جنيه هو للعام المالي 2020-2021 فقط، لكن احنا لما نيجي نراجع الارقام اللي تم او المبالغ اللي تم توجيهها لتنمية سيناء فهي اضعاف هذا الرقم، وكمان الجهود اللي تم بذلها هي جهود كبيرة جدا، لكن هذا الرقم 6.8 مليار جنيه هو دوت المبالغ المخصصة للعام المالي الحالي،
واللي الدولة بتحاول إن هي تستكمل ما تم بدءه من خطوات تنموية في شبه سيناء، بالرغم من تداعيات كورونا اللي يمكن قللت من حجم المنفق بعض الشيء في عديد من حكومات العالم، لكن الدولة بتوفي بوعودها بالرغم من الظروف اللي العالم كله واللي احنا بنمر بيها مرتبطة بكورونا وتأثيرها أكيد على عديد من الموارد بالنسبة للدولة، لكن الخطط دي الدولة بتأكد عليها وبتحضر لها مخصصات ليها، وبالتالي دوت هيبقى ليه استفادة بالنسبة للمواطن بالنسبة للمستثمر للدولة وعادته بتوفير الخدمات هناك عشان يبدأ مشروعاته، وأكيد ده جزء مهم جدا بالنسبة لثقة المواطن وثقة المستثمر في خطوات الحكومة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.